التصعيد الأخير يعني بالتأكيد سوف يترك أثره على الوضع في العراق. احنا كما نعرف بانه المعني باعلان الحرب واعلان السلم بالعراق هو مرتبط بقرار مجلس الامن الدولي، مجلس النواب العراقي بثلثين الاصوات. فلهذا الاعمال العسكريه المسؤوله عنها الحكومه العراقيه يجب ان تتم من خلال مجلس النواب. ولهذا لحد هذه اللحظه هناك يعني مشاورات ولقاءات من خلال الاطار التنسيقي وائتلاف دوره القانون والتنسيق مع حكومه اقليم كردستان بانه قرار الحرب والسلم مرتبط بمؤسسات الدوله الدستوريه. وحتى التصريحات الاخيره اعتقد يمكن السيد رئيس مجلس الوزراء اللي هو القائد العام للقوات المسلحه هو اللي يعني متبني هذا الموقف. ولاحظنا خلال الفتره السابقه هو عدم وجود تصريحات من قبل القادة السياسيين في هذا الشأن، ووكلوا السيد القائد العام هو المعني بهذه القضية من خلال الاستعدادات الأمنية ومن خلال بذل الجهود الدبلوماسية مع من خلال اتصالات مع قطر مع الكويت مع الأردن مع مصر مع الكثير من القادة العرب لوقف التدهور الموجود. أما بخصوص الفصائل المسلحة أنا أعتقد يمكن هناك تخوف حقيقي في هذا المجال، وأنا أعتقد يمكن تصريحات القريبين للسيد رئيس الوزراء المستشارين والقائد والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة والكثير من القادة يعني الكل يعمل باتجاه نعي العراق عن الصراع المباشر، لأنه إمكانيات العراق محدودة. لا كل احنا يعني نعرف إمكانيات العراق بالدفاع الجوي وبالقوة الجوية، عندنا فقط F-16 واللي هي كلها مرتبطة، هي مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وكثير تقنيات مرتبطة بها، وعندنا الآن الطائرات الكورية، وحتى أنظمة الدفاع الجوي محدودة الإمكانيات في هذه الإمكانيات. فالكل يعني حتى امبارح يمكن السيد العبادي أكد على عدم وجود أي إجراء متهور من قبل أي فصيل مسلح. ولاحظنا هناك نوع من التبرئة من قبل كثير من الفصائل المسلحة بأنهم لم يعملوا باتجاه ضرب القوات الإسرائيلية وهم يعني مرتبطين بالقائد العام. لكن هناك بعض التسريبات بأنه هناك بعض الهجومات خارج إطار الدولة خارج الأراضي العراقية قد يعني متهمة بها بعض الفصائل، لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أكد بأنه احنا غير مسؤولين عن أي إجراء عسكري يخرج مع خارج الأراضي العراقية. نعم. يعني منطلقاته من خارج الأراضي العراقية. طيب. ولهذا أنا أعتقد وضعنا يعني صعب ووضع متوتر، ونعمل باتجاه يعني تعمل الحكومة العراقية باتجاه يعني ابعادها عن يعني الضربه من قبل الاسرائيليين. نعم. واعتقد يمكن الحكومه الامريكيه بشكل او باخر يعني منطقه الحكومه العراقيه الحريه بقضيه الموقف السياسي، الحركه الدبلوماسيه، مساعده اللبنانيين والفلسطينيين، يمكن لم نلاحظ هناك اعتراض. نعم. طيب جدي. طيب دكتور علي، يعني سماع العراق تغص بانواع